ياما الناس كتير بيسألوني إذا كنت ماشي على الطريق يسمعوني عم بحكي عربي فاكرون ما عم بحكي عربي، بتفاجئوا بقولوا لي بتحكي عربي، بقولوا إيه لا شو بني لما بحكي عربي. قبل ما يطلع الخبز، قبل ما يعملوا خبز، أنا بلبنان لبنانية أصلية. هالمقلوب بالباذنجان اللي عملتها شفتوها؟ اوكي هلا شو عم تعملي مالي؟ عم حط الكراعين. فرجيني الكراعين. كراعين ولا كروشات؟ حنبلش اكلتيهم؟ ايه شو بدي خليهم؟ عن جد اكلتيهم؟ وين التالت؟ كمان اكلتيه؟ اي التالت؟ ما في كيس. لا ما في كيس. اكلته امبارح عشان فتحته. مش عارفة اللي كان عليهم ده. اشتقت لكم يا حبايبي. يا أولادي يا ملايكي والله اشتقت لكم.